هذا فيما طمأن رئيس هيئة الرقابة الشرعية موسى إسماعيل المستخدمين أن عقود البنك منضبطة مع الشريعة الإسلامية. نطمئن جميع الزبائن بأن عقود الصرف الإسلامية منضبطة كل الانضباط بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وأن هذه العقود تمت تحت أعين ومراقبة لجان مختصة في الاقتصاد وفي الشريعة الإسلامية لتعرض على المواطنين والمواطنات من أجل التعامل بهذه العقود بما يتناسب وطبيعة العمل الذي يقدمونه أو يطلبونه.